السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمداد البذور لكل واحد فينا بيكون ليه هدف. فينا اللي بيسعى إن يكون عنده الإمداد كامل، يكون إمداد عالي، وفي فينا اللي بيسعى إن يكون عنده النمو قوي بعد عملية الإمداد، وفي فينا اللي بيهمه عدد الإمداد أو نسبة الإمداد لو أنا هشتري بذور بمبلغ عالي، وفي منا اللي بيبحث عن قوة النبات وسرعة النمو. 6 اقتصاصات امام حضراتكم، مزروعين نفس نوع البذور، مزروعين بنفس التاريخ، متعاملين بنفس المعامله. الاختلاف بينهم بس هو نوع التربه، مستخدمين رمل مواد البناء او رمل البحر، ولو رمل البحر لازم نغسله وننظف كويس من الاملاح. مستخدمين الكوكوبيت، والكوكوبيت هو القشره الخارجيه لثمره جوز الهند. مستخدمين سماد المشتل، ومستخدمين البيتمس، ومستخدمين البرلايت، ومستخدمين خليط بين الخمسة بنسبة 1:1:1:1:1. وفي اختلاف كامل بين كل نوع من ال6 اصاصات، فيه انبات ضعيف، وفيه انبات سريع، وفيه انبات قوي، فيه انبات كامل، فيه نسبة انبات عالية، وفيه نسبة انبات منخفضة، وفيه نمو قوي، وفيه نمو سريع، وده هنشوفه ونعرفه بشكل عملي اثناء الفيديو. هنقسم البذور بالتساوي. أصبح هنا عندي 10 بذور. نفس الطريقة هنطبقها على بذور الفلفل. هنا 10 بذور، أصبح عندي 10 بذور فلفل، 10 بذور طماطم، 10 بذور فلفل، 10 بذور طماطم. هنزرع في كل أسيس 10 و10، نرجع البذور الزيادة. طبعا نفس التجربة احنا هنا طبقناها على العقلة، ده خليط بين الأربعة بنسبة 1:1:1 خليط، وده البرلايت، وده الكوكوبيت، وده البيتمس، وده سماد المشتت. 10 بذور فلفل في 10 بذور طماطم. البذور الصغيرة بالعادة ما تكونش أغوط من 0.5 سم. نفس الشيء 10 بذور فلفل و10 بذور طماطم. ممكن حضرتك توقف الفيديو وتعد البذور، مفيش مشكلة، لكن أنا مش هقدر أعد كل البذور عشان وقت الفيديو، لكن ممكن سيادتك توقف الفيديو وتعد البذور. نفس الطريقة. ده الكوكوبيت، وهنا 10 بذور و10 بذور. ممكن تقترحوا خليط معين ونجربه في فيديو منفصل. هنا عندي رمل، ولكن للاسف انا خلصت بذور الفلفل، وهنستخدم بذور طماطم فقط. هزرع 20 بذرة طماطم. كده اصبح عندي برلايت 10 بذور طماطم و10 بذور فلفل، واصبح عندي ميكس بين البرلايت والكوكوبيد وسماد المشتل والبتنجسول اللي هو سماد المشتل والبيتموس. 10 بذور فلفل و10 بذور طماطم، سماد مشتل 10 بذور فلفل و10 بذور طماطم، بيتموس 10 بذور فلفل و10 بذور طماطم، كوكوبيد 10 بذور فلفل و10 بذور طماطم، الرمل 20 بذرة طماطم فقط. هروي الاصاصات دي، ويحافظ على رطوبة التربة عشان الإنبات، ويحافظ على إن الاصاصات دي تكون موجودة في مكان جو معتدل. أشعة الشمس المباشرة مش عامل أساسي في إنبات البذور، ولكن الجو المعتدل هو أفضل شيء هيساعدني في الإنبات. هنا بعد مرور 9 أيام تقريبا نسبة الإنبات بشكل عام من 50 ل70%. ممكن حضرتك تعد عدد الأشتال إذا كان يهمك الموضوع بالظبط، تحديدا أي كل تربة فيها كم شكلة نبتت. بشكل عام الرمل نسبة الإنبات فيه جيدة، و
اضعف تربه او التربه اللي تاخرت في الانبات هي البتموس. دي القراءه المبدئيه الاولى بشكل عام. النقطه الثانيه اللي من الضروري ان احنا ننتبه لها في انبات البذره، ممكن يكون في عندي مشكله اساسيه في البذره نفسها. البذره نفسها بذره قديمه او البذره نفسها الجنين اللي فيها مات، فبالتالي ما بتنبتش، وده بنعرفها لما نلاقي ان المشروع بالكامل او ان البذور بالكامل نسبه الانبات فيها صفر او نسبه الانبات فيها ضعيفه. يعني انا هنا زرعت في نوع واثنين وثلاثة واربع انواع من التربة او خمس انواع او ست انواع من التربة، لو لقينا ان نسبة الانبات في الطماطم ضعيفة مثلا على سبيل المثال، فمعناته ان عندي مشكلة في بذرة الطماطم. لو لقينا ان نسبة الانبات في الفلفل ضعيفة، فمعناته ان عندي مشكلة في بذرة الفلفل، او ان عندي مشكلة في بذرة الطماطم. ده لو كانت المشكلة عامة على كل انواع التربة اللي انا مستخدمها. هنرجع مرة تاني بعد اكتمال الانبات ونشوف ازاي طبيعة النمو، فين النمو القوي فين النمو الضعيف. في البداية لو لاحظنا هنلاقي ان عندي شكل واحدة فقط طماطم في البرلايت، باقي الاشتان نبتت وماتت، لان البرلايت بطبيعي الحال بيحتاج رطوبة باستمرار وهو بينشف، ودي بذرة فلفل. فاحنا هنستبعد انبات بذور الخضروات في البرلايت. مش معنى ذلك ان البرلايت سيء، لا، البرليت ممتاز جدا جدا، بيساعدنا في لما نخلطه مع التربة وتخفيف التربة، وليه احتياجاته وليه شغله الخاص، لكن كمادة خام لإنبات البذرة فهو مستبعد. هنا الرمل، رمل مواد البناء أو رمل البحر، وزي ما ذكرنا رمل البحر يحتاج إن احنا نغسله. لو جينا نحسب هنلاقي عندي شكل الطماطم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، وعندي شتله هنا بره، دي بذره عفوا، عندي بذره وعندي بذره، بذرتين هم بره، وعندي شتله ماتت من العطش، يعني 16 17 18، يعني نقدر نقول الانبات في الرمل ممتاز. هنا عندي البيتموس، البيتموس اتاخر فيه الانبات، اتاخر انبات الخضار، اتاخر انبات البذور، اتاخر. طيب عندي شتله فلفل 2، عندي 3 فلفل، تلات اشتال فلفل، عندي 4 فلفل، عندي 5 فلفل، عندي 6 فلفل، عندي 7 فلفل، عندي 8 فلفل، وعندي لسه شتله بتطلع جديد، اعتقد دي شتله فلفل، يعني 9 فلفل، وعندي طماطم 1 2 3 4 5، يعني انباته في الطماطم 50% وانباته في الفلفل 70 ل 75%، لكن مشكله البيتمس انه اتاخر والشتل ضعيف مقارنه بانواع التربه المختلفه. عندي الكوكوبيت اتاخر شويه ولكن اسرع، كان اسرع من البتموس. عندي مازال بذور لسه بتنبت، دي شكل الطماطم 1 2 3 4 5، خمس شكلات طماطم، فهو نفس المستوى في الطماطم زي الكوكوبيت زي البتموس. عندي فلفل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عندي 10 اشتال فلفل في الكوكوبيت. طبعا انا ممكن اعد غلط وسيادتك ممكن توقف الفيديو وتعد او تراجع العد، انا مش عايز اطول كتير عشان مده الفيديو، فبالتالي بعد على السريع. لكن لو حضرتك يهمك الارقام بالظبط فحضرتك هتوقف الفيديو وتعد. عندي هنا الخليط بين البيتمس والكوكوبيت والسماد المشتل، ما شاء الله النمو وحجم الاشتال مختلف تماما عن باقي الانواع الاخرى من التربه. عندي طبعا هو كان اسرع في الانبات واقوى في النمو. عندي شكل الطماطم لسه بتنبت جديد، ودي ممكن تكون كانت في الاسفل، 1 2 3 طماطم، 4 5 6 7، عندي تقريبا 7 اشتال طماطم، وعندي فلفل 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 فلفل، لكن قوة النمو أقوى من باقي التربة. ده المكس. عندي السماد المشتل البوتنجوسيل، الشتل فيه ما شاء الله ممتاز، وفي الفترة دي أو قبل كده كمان كان المفروض يتشتل. عندي شتلة فلفل 2 3 4 5 6، عندي 6 أشتال فلفل، عندي طماطم 1 2 3 4 5 أشتال طماطم. ده عشان موسم الصيف، لكن في النهايه هنا اصبح قد ايه كانت نسبه الانبات وايه اللي اتاخر في الانبات وايه اللي كان النمو قوي، وكل واحد فينا يقدر يختار
المواصفات او يقدر يختار النتيجه اللي تناسبه. في شخص هيحتاج انه عنده الانبات يكون عالي، نسبه الانبات تكون عاليه، في شخص هيحتاج انه الانبات يكون سريع، ان الانبات يكون قوي. كل واحد فينا هيكون ليه هدف مختلف عن الاخر، كل واحد فينا هيختار التربه. كل الانواع مختلفه في المميزات وفي العيوب. في كان سريع في الانبات وقوي في النمو، وفي كان الانبات اكتمل، الانبات اتاخر، الانبات كل واحدة فيهم أو كل نوع فيهم اختلف عن الآخر. والهدف من الفيديو هو إن احنا نشوف بشكل عملي مميزات وعيوب كل نوع من أنواع التربة في زراعة البذور، وفي فيديو تاني آخر لزراعة الأكلة. هنا كانت نتيجة التجربة، ومن الضروري عشان نكون منصفين لكل نوع من أنواع التربة، التجربة دي كانت في الصيف، والتربة اللي تحتوي على نسبة مادة عضوية هتكون نتيجتها أفضل في الشتاء عن الصيف، والعكس صحيح. والتربة الفقيرة اللي هي ما بتحتويش على العناصر زي الرمل هيكون نتيجتها في الصيف جيدة، بعكس الشتاء مش هيكون نتيجتها جيدة زي نتيجتها في الصيف.